بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف النبيين وازكى المرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين وبعد. قال الحق سبحانه في كتابه الكريم: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أرحب بكم أحبتي المشاهدين في هذا البرنامج الكريم المتواصل، كما وإني أرجو دعاءكم لي وللأحبة. القائمين على هذا البرنامج المبارك في هذه الليله العظيمه المباركه ليله القدر وان شاء الله ايضا لا ننساكم من صالح الدعاء باذن الله الكلام الليله طويل في رحاب ليله القدر ما هو معنى القدر وكيف لليله واحده لا تتجاوز ساعاتها العشر ساعات في زمننا هذا الان في هذه السنه ما يتجاوز وقت ليله القدر يعني من اذان المغرب الى طلوع الفجر الثمان ساعات، ربما في بعض البلاد اقل من هذا كما اخبرت في بعض البلاد الاجنبيه قد يصل مد او تصل مده الافطار الى ساعتين او ثلاث ساعات فقط. كيف لليله بساعاتها القليله ان تكون خيرا من الف شهر؟ يعني ثمانين سنه سبحان الله هل هناك تفاضل في الوقت هل خصوصيه وميزه لهذه الليله واي ليله هذه حتى يخاطب الحق سبحانه حبيبه ونبيه المصطفى صلى الله عليه واله بقوله وما ادراك ما ليله القدر بعد ذلك الحق سبحانه يقول ليله القدر خير من الف شهر من هنا ينبغي الحرص على تعظيم هذه الليله على الاستفاده من هذه الليله خير استفاده باذن الله بالتوجه الى الله بالانقطاع اليه بالاستغفار بالدعاء بالتبتل لا بالقعود على التلفاز والجلوس بالدواوين وغير ذلك واضاعه الوقت، لان هذه الساعات القليله هو شهر رمضان كله مبارك. لعلي حدثتكم في السنه الماضيه عن هذا المقطع الكريم الذي قاله النبي العظيم صلى الله عليه واله ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله. اول كلمه قال صلى الله عليه واله بالبركه والرحمه والمغفره. ما أروعها! البركة والرحمة والمغفرة، فكيف بهذه الليلة اللي في سورة الدخان الحق سبحانه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم "إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم" سبحان الله في سورة الدخان آية ثلاثة وآية أربعة إذا نحن في ليلة مباركة في هذه السوره الكريمه القران الكريم يقول انا انزلناه في ليله القدر القدر ماذا يعني القدر لغه ايها الاخوه كون الشيء كما يعرف كون الشيء على مساواه مع غيره دون زياده او نقصان يكون الشيء بقدر الشيء الاخر يقال بقدره اذا زايد يقولون اكثر منه ازيد منه اكبر منه إذا أقل يقولون أنقص منه أقصر منه إلى أقل منه لكن إذا كان الشيء مساويا لغيره بقدره يقال لهذا المعنى القدر زين هذه الليلة تقدر فيها الآجال ويقدر فيها الأرزاق والأعمار وما ينزل على الانسان الى السنه المقبله من هذه الليله لهذا ورد عندنا في الروايه روايه لطيفه جدا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام امام ائمه المسلمين الامام الصادق روحي لالفداه يقول في هذه الروايه اللطيفه يقول التقدير في ليله تسعه عشر التقدير في ليله تسعه عشر والابرام في ليله احدى وعشرين والامضاء في ليله ثلاث وعشرين يعني التاكيد في ليله تسعه التقدير في ليله احدى الابرام في ليله ثلاثه وعشرين الامضاء يكون نهائيا ما احرى بالمؤمن اذا لا سمح الله طافته أو مثلاً ما وفق وقد تحدثنا عن التوفيق حلقات عديدة في السنين الماضية. إذا ما وفق في ليلة 19 في ليلة 21 على الأقل هذه الليلة ليلة 23 ليوفق الإنسان أيها الأخوة تدعى بليلة الجهني، ليلة مهمة. ذلك الرجل في قصة طويلة لما قال للنبي صلى الله عليه وآله أنا خارج المدينة في البادية صعب علي أجي إلى آخره أنا أي ليلة أنت لي ليلة القدر شكل حتى أجي سبحان الله فقال له أنا أي ليلة أجي قال له تعال ليلة ثلاثة وعشرين حتى الإمام الصادق عليه السلام اللي كان من عادته يذهب إلى المسجد مسجد جده رسول الله يحييه بالعبادة صلوات الله عليه في تلك السنة وعك ومرض مرضاً شديداً بحيث كان طريح الفراش لما صارت ليلة ثلاثة وعشرين أمر فحمل وهو على الفراش حمل إلى مسجد جده رسول الله يتعبد فيه إذا واحد طافت ليلة 19 ليلة التقدير طافت ليلة إحدى وعشرين ليلة الإبرام فلا تفوتنكم ليلة ثلاثة وعشرين بالمناسبة أجمع المسلمون على أنها في ليالي الإفراد مو في ليالي الزوج بعضهم مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان يذكر يقول على أنها مرددة في ليالي العشر الأخير في ليالي العشر العشرة الأخيرة يعني لو ليلة واحد وعشرين لو ثلاثة وعشرين لو خمسة وعشرين لو سبعة وعشرين لو تسعة وعشرين المهم أنها في ليالي الإفراد نجي إلى التقدير ليش يسموها ليلة القدر لأن تقدر فيها الأعمار والأرزاق والآجال إلى السنة المقبلة طبعا اختلف في معناها ليش تسمى ليلة القدر بعض قال القدر بمعنى المنزلة بسم الله الرحمن الرحيم أحد معاني القدر بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره يعني ما أعطوا الله منزلته زين بعض يقول مثلا <applause> القدر هنا ايها الاخوه له معنى اخر وهو الضيق مثل ماخوذ من قوله تعالى او نظير قوله تعالى ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق زين آه في ايه اخرى واما من قدر عليه رزقه يعني ضيق في تلك الايه وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه رزقه التضييق ليش يسموها ليله القدر لان تضيق بالملائكه الملائكه صاعده نازله هذه الملائكه التي سلمت على ابينا ابراهيم في الايه الشريفه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف وجد لذه السلام، سلام الملائكه، سبحان الله هذه الامه المرحومه اللي كانت الملائكه تسلم على شيخ الانبياء وخليل الرحمن ابراهيم ببركه هذه الليله، ببركه شهر رمضان، ببركه رسول الاسلام حبيب الله محمد صلى الله عليه واله، الملائكه تسلم على عامه المسلمين والمؤمنين. في مثل هذه الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر إذا تضيق السماوات وتضيق الأرض بسبب صعود ونزول الملائكة على أي حال هذه هسه واحد يقول أنا شمدريني ماذا يقدر لي نعم أنت بإمكانك أن تطلب من الله والله عز وجل كريم يا كريم العفو يا حسن التجاوز الله اكبر بامكانك ان تهيئ نفسك هاي مثل التلميذ المجد المجتهد اذا فرد مره مثلا انتكس او شيء ساعد الاستاذ بخلاف التلميذ المشاكس، التلميذ مثلا الكسول المهمل الانسان هو الذي يصنع ارضيه التوفيق سالت احدى زوجات النبي صلى الله عليه واله يا رسول الله ان انا ادركت ليله القدر فماذا اطلب؟ فماذا اسال ربي؟ قال اسال الله العافيه اسال من الله العافيه في الدين والدنيا والاخره سل الله عز وجل ان ينصر المسلمين ان يوحد كلمتهم ان يبعد عنهم شرور انفسهم وشرور اعدائهم ان يبتعدوا عن الطائفيه عن التمزق عن التشرذم كل ذلك ممكن في ليله القدر في ليله القدر اطلب من الله ما تشاء سبحانه وتعالى ليش فيها يفرق كل امر حكيم في هذه الليله في ليله القدر تكتب الارزاق تكتب الاعمار تكتب الاجال ومن منا يدري انه سيمكث وسيبقى الى العام المقبل في مثل هذه الليله نسال الله ان يقدر لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات كل خير ابقوا معنا احبتي ساكمل لكم الحديث عن ليله القدر بعد هذا الفاصل فبارك الله فيكم حياكم الله أحبة المشاهدين أرى لزاما علي طالما أنا في ليلة القدر أن أحدثكم ولو قليلا عن فضل وبركات هذه السورة الكريمة ورد في فضلها الكثير أرجو الانتباه اللي يحفظ يحفظ اللي يقدر يكتب خلي يكتب ورد عن النبي صلى الله عليه واله مجرد قراءة سورة القدر، ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله من قراها اعطي من الاجر كمن صام رمضان واحيا ليلة القدر. سورة القدر سورة مهمة. عود نفسك اقراها ولو في الفرائض وسياتيني قراءتها في الفرائض كم فيه من الثواب. اذا مجرد قراءتها طبعا القراءة الواعية المتحسسة اللي يعيش معاني ويعيش تلك الكلمات الإلهية الربانية من قرأها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر في رواية عن الباقر عليه السلام إذا تقرأها بجهر أو بإخفات شي يقول الإمام يقول صلوات الله عليه من قرأ إنا أنزلناه بجهر كان كشاهر سيفه في سبيل الله ومن قراها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ما اروعها زين يا ابن رسول الله ومن قراها عشر مرات انظروا الى خصائص وفضائل هذه السوره ومن قراها عشر مرات مرت على محو الف ذنب من ذنوبه شيء عظيم في تلك الروايه اذا اقراها بفريضه زين عرفنا قراءتها بالجهر بالاخفات عشر مرات مجرد قراءتها ذكرنا في تلك الروايه عن الصادق عليه السلام اذا واحد يقرا سوره انا انزلناه في الفريضه صلاه الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الامام الصادق عليه السلام يقول من قرا انا انزلناه في فريضه من الفرائض ناداه مناد يا عبد الله قد غفر لك ما مضى فاستانف العمل. ما أروعها وما أعظمها من سورة زين من يقرأها في الوضوء اسمعوا الرواية عن الإمام الرضا اخترت بعضا من الروايات وإلا هي الروايات عديدة وكثيرة عن الرضا عليه السلام الإمام الرضا أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لاحظوا كتاب فقه الرضا صلوات الله عليه يعني زين إذا واحد يقرأها بالليل وسبع مرات، لها خصوصية، اسمع هاي الرواية اخترتها لكم عن الإمام الكاظمي عليه السلام، باب الحوائج، موسى بن جعفر روحي فداه، الإمام موسى بن جعفر يقول من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات بعد العشاء الآخرة كان في ضمان الله حتى يصبح، يبقى في أمان وضمان الله إلى الصباح، بعد ماكو خطر. روايه اخيره لانتقل الى بحث اخر في خصائص هذه الليله وفضائلها واخترت لكم روايه عن فضل هذه الليله لا تضيعوها ايها الاحبه كتب رجل الى الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام ما اروعه من طلب ما اروعه من سؤال يا ابن رسول الله علمني شيئا اذا انا قلته كنت معكم في الدنيا وفي الاخره اريد تعلمني شيء اذا انا اقول اكون معكم في الدنيا وفي الاخره يعني واحشر معكم يوم القيامه فكتب عليه السلام الامام حجه الله باقر علوم النبيين الامام الباقر عليه السلام كتب له هذه الكلمات اعرفوا فضل وقدر هذه السوره، سوره انا انزلناه. كتب له عليه السلام اذا تريد تحشر ويانا في الدنيا والاخره، شنو؟ كتب له اكثر من تلاوه انا انزلناه ورطب شفتيك بالاستغفار حتى تحشر مع اهل البيت في الدنيا والاخره اكثر من قراءه سوره انا انزلناه في ليله القدر. ورطب شفتيك بالاستغفار بالمناسبة هذه الليلة إحدى المستحبات المؤكدة فيها الاستغفار سبعون مرة الاستغفار في ليلة القدر والاستغفار أنا حدثتكم في العام الماضي أحبتي أتمنى تكونون مناسين حدثتكم خمس أو ست حلقات عن الاستغفار الفرق بين الاستغفار, والمغفر بين الاستغفار والمغفرة الفرق بين الاستغفار والتوبة حدثتكم عن موجبات المغفره عن شروط التوبه حدثتكم عن اقسام الاستغفار بركات الاستغفار اثار الاستغفار على الرزق في الدنيا في الاخره حدثتكم الاستغفار عمليه مصيريه في هذه الليله لما نقول الاستغفار يعني يكتشف الانسان خطاه ويقر بخطاه ويطلب من الله عز وجل الغفران ولما يطلب من الله عز وجل يكون صادقا في طلبه. اسمعوا هالروايه الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول طوبى لمن وجد في صحيفه عملي يوم القيامه تحت كل ذنب استغفر الله. هنيئا له. اللي يجي يوم القيامة يجد تحت ذنوبه مكتوب أستغفر الله لأن الاستغفار يمحو هذه الذنوب ويعوضه أجرا ومثوبة عند الله معدنا في الروايات إن عن النبي صلى الله عليه وآله أن القلوب لتصدأ وجلاؤها الاستغفار في رواية أن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد في رواية كما يصدأ النعاس فعليكم بجلائها وجلاءها الاستغفار استغفار مهم الاستغفار مهيّن لا يجب أن يكون اسمحوا لي بهالمعلومة كما أن القدر وتقدر لك الاشياء في هالليله، حاول انت مثل ما هناك قرارات مهمه ومصيريه، انت الى السنه المقبله تقدر اعمارك في اعمالك واعمارك ورزقك واجلك وكل امورك تقدر في هذه الليله، فاحرص ان تتحول ايضا بشكل مصيري، تتحول تحولا كبيرا في مثل هذه الليله. مثل ما هذه الليلة مصيرية وجوهرية ومهمة أنت اتخذ قرار مصيري بالتوبة بالاستغفار بالإقلاع عن الذنوب بتغيير العادات السيئة يا أخي واحد ما يدفع الحق الشرعي من هالليلة أصمم أدفع متماهل متكاسل بالصلاة لا سمع الله من هالليلة يصمم ويطلب من الله عز وجل أن يوفقه، فالإنسان هو الذي يصنع أرضية التوفيق، إحنا مو جبريين، العام الماضي في بحث التوفيق ذكرت ربما هذا الأمر، إحنا مو جبريين، مو الله يوفق هذا ويترك ذاك، هذا هو له بعض الأرضيات، بعض المقدمات يسهل بعض الأمور، يؤدي بعض الأمور، الله عز وجل مثلا مثل ذاك الرجل لأنه كان بارا بوالديه، الله سخر له أحد ونصح وتاب خلاص فلان كان يساعد الفقراء مذنب كذا عاصي الله ببركه ذاك العمل وفقه للتوبه اذا ليكن الاستغفار حقيقيا اذا صار مو حقيقي لا سمح الله لا سمح الله مثل ما عندنا بالروايه عن امير المؤمنين عليه السلام روحي له الفداء الامام يقول الاستغفار مع الاصرار ذنوب مجدده اذا يستغفر ويصرع الذنب هذا دا يذنب ذنبا مجددا اكبر روايه من استغفر ولم يقلع عن الذنب فقد استهزا بنفسه هذا دا يستهزا بنفسه ماذا يستهزا برب العالمين لازم الانسان يحرص الليله يحرص على حقيقه الاستغفار يحرص على التوبه يصمم على التوبه الله عز وجل اكو واحد من الحكماء جاء له رجل ساله قال له يا هذا ان تبت او يقبلني الله عز وجل التفت اليه هذا العابد الحكيم قال له اي بني انه يدعو المدبرين عنه فكيف لا يقبل المقبلين اليه هو المدبر عنه يناديه يقول له تعال انت تروح الا يطردك قال امير المؤمنين صاحب هالليالي روحي فداه بابي وامي علي أمير المؤمنين سيد الموحدين عليه السلام من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة اللي قال لك في ليلة القدر استغفر سبعين مرة يريد يغفر لك وهو الحق سبحانه قال علي عليه السلام من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول نسأل الله في هذه الليلة أن يكتبنا من التائبين من المستغفرين شأن نزول هالآية جدا لطيف أذكر وأذكر لكم رواية وإن طال الوقت معليش أحبتي لاحظوا هذه السورة نزلت لما النبي صلى الله عليه وآله حدث أصحابه عن رجل من بني إسرائيل لبس السلاح يعني ثياب الجهاد ألف شهر ما خلع ثوب الجهاد يعني كانت حياته كانت حياته كلها جهادا في سبيل الله زين فتعجب المسلمون رجل يلبس السلاح الف شهر يجاهد في سبيل الله نزلت هذه السوره الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر روايه اخيره يسمح للحبيب المخرج ايضا وان تاخرت عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله عن موسى هذه اسمعوها الرواية وأرجو أن ما تنسوني ولا الأحبة معي من دعائكم في هذه الليلة الفضيلة عن النبي الأعظم عن موسى عليه السلام قال إلهي أريد قربك قال الحق سبحانه قال إلهي أريد قربك قال قربي لمن استيقظ ليلة القدر قال إلهي أريد رحمتك قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر قال الهي اريد الجواز على الصراط قال ذلك لمن تصدق بصدقه ليلة القدر قال الهي اريد قال إلهي اريد اشجار الجنه وثمارها قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر، قال الهي اريد النجاة، موسى عليه السلام، قال الهي اريد النجاة من النار، قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر، آخر مقطع، قال الهي اريد رضاك، قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر، اللهم اكتبنا في هذه الليلة، ليلة القدر من التائبين والامنين والمستغفرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد النبيين محمد وال بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم احبتي المشاهدين اينما كنتم وحيثما كنتم ورحمه الله وبركاته